أهلا بكم من جديد. تستقبل السفارات التونسية في مختلف دول العالم الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل. مدير الإعلام والاتصال في وزارة الشؤون الخارجية التونسية بوراوي الإمام قال إن السفارات تعمل على تقديم التسهيلات اللوجستية لأبناء الجاليات التونسية في الخارج لتهيئة أفضل الظروف وتسهيل عملية الاقتراع، ومن المقرر أن يفتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية، أما آخر مكتب فسيغلق أبوابه في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية في داخل تونس وفي الخارج وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024. للحديث بمزيد من التفاصيل حول الانتخابات التشريعية في تونس وأيضا جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، ينضم إلينا في هذه الفقرة من الآن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني إحنا بنتكلم عن استعدادات مهمة بتقوم بها تونس دلوقتي، وكان في أصلا كلام على فكرة إنه الانتخابات التشريعية مع جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يعني ضغط كبير سواء من الناحية اللوجستية أو من الناحية الأمنية. بتتابع حضرتك هذه الاستعدادات إزاي؟ بالطبع هي هناك تشتت كبير جدا في اهتمامات الناخب التونسي، خاصة أن عقب الطعون الخمسة أو الست اللي تم تقديمها درجة أو انتقل جولة الإعادة من 29 سبتمبر إلى 13 أكتوبر المقبل، مما يعني أنه يتزامن مع بدء الحملات الانتخابية لجولة الإعادة في الانتخابات. بالطبع الوضع الآن عدد كبير جدا من المرشحين، أكثر من 15,000 مرشح، عدد المقاعد 217 يلزم للحصول على الأغلبية 109، لا يوجد من الأحزاب التي أعتبر أنها مهزومة هزمت في انتخابات جولة الرئاسة الأولى، الأحزاب التقليدية الحاكمة أو حتى الأحزاب ذات الانتماء الإسلامي حزب النهضة وغيرها، لم يصل أي من مرشحيها إلى جولة الإعادة، والإعادة تقام بين مرشح مستقل وحزب جديد هو قلب تونس، وحصلوا على الأصوات نتيجة تصويت عقابي لاحتجازه قبل بدء الانتخابات. هذه المرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات التشريعية أعتقد أنه متراجع بنسبة كبيرة جدا، وهو ما يثير المخاوف بشكل كبير. هناك جهتان فقط مستفيدتان من هذا الأمر أو الوضع الحالي للانتخابات التونسية على الساحة. الأول هو نبيل القروي، المحتجز الثاني هو حزب النهضة الإسلامي. نبيل القروي فرصة جيدة وكبيرة جدا لحزب قلب تونس لنشر المزيد من أعضائه في وسط المناطق والولايات التونسية، بالإضافة إلى أن الحزب الآخر ذو التوجه الإسلامي يحاول الإمام شتات ما خسره في الانتخابات، وخاصة أنه المرة الأولى التي يقدم فيها مرشحا للرئاسة يخسر ولا يصل إلى جولة الإعادة، وهذه هزيمة سياسية كبيرة تنم على تراجع كبير في اهتمام الناخب التونسي بالأحزاب الإسلامية وعلى رأسها النهضة. أعتقد أن الفترة المقبلة ومع بدء عملية الانتخاب أعتقد أنه سيكون هناك مفاجآت، وخاصة أن المستقلين عددهم كبير جدا لهذه المرة، لكن عدد القوائم كبير جدا، 1507، احنا بنتكلم عن 1507، ده عدد كبير جدا. يعني إذا ما نظرنا إلى تونس أو دولة بحجم تونس وبحجم عدد السكان ويعني إلى آخر ذلك، عدد القوائم كبير، وأيضا طبعا متوقع أن يحدث مفاجآت كما حدثت مفاجآت في انتخابات الرئاسة. يعني انتخابات الرئاسة أيضا أسفرت عن نتيجة غير متوقعة بالفعل.
رقم عدد القوائم. أعتقد أن شروط فتح أبواب الترشح وأيضا القانون الانتخابات التونسي يضع حوالي ثلث المقاعد للمستقلين. هذا الأمر يفتح أبواب كبيرة جدا، خاصة أن هناك أكثر من 700 قائمة مستقلة، هذا عدد كبير للغاية، وأكثر من 600 قائمة حزبية. الأحزاب كثيرة وكبيرة جدا، هناك أكثر من 200 حزب سياسي في تونس، هذا الرقم كبير جدا، والأحزاب الفاعلة لا تتجاوز أصابع اليدين، والتكتلات السياسية والتغيير، بالإضافة إلى أن ثقة الناخب التونسي قد اهتزت بشدة في المرشحين وأعضاء المجلس النيابي، وذلك لأن القانون يتيح تنقل عضو البرلمان من حزب إلى حزب، وهذا الأمر يسميه بعض الساسة هناك السياحة الحزبية، أي التنقل بين الأحزاب في تونس داخل البرلمان حسب الإغراءات لتغيير خريطة التحالفات. وهذا الأمر يسقط في نظر الناخب التونسي الوضعية التي انتخب عليها ممثله في البرلمان أو المجلس التشريعي التونسي، وبالتالي فإن هذا الأمر يضع معولا آخر في الثقة والاهتمام بالانتخابات التشريعية، وخاصة أنها البعض يراها ما يشبه المقدمة أو البروفا للانتخابات الرئاسية الجولة الثانية، ويحاول الاستفادة منها بكل شكل من الأشكال، سواء لدعم أحد المرشحين الاثنين، وخاصة أن حزب النهضة أعلن دعمه الرسمي للمرشح المستقل الدكتور قيس سعيد، بينما الليبراليون ومعظمهم سيدعمون القروي. وهذا كله في إطار إشكالية، على الرغم من أن القانون لا يبيح الطعن في الجولة الثانية، إلا أنه ستكون هناك إشكالية كبيرة إذا فاز القروي إذا فاز القروي، أو حتى هناك ستكون إشكالية أكبر إذا ما فاز حزب قلب تونس بالانتخابات التشريعية وتوجب عليه أن يشكل الحكومة الجديدة في تونس. وهذا أمر لم يتنبه له الكثير من المحللين السياسيين. أعتقد أنه لماذا ستشكل إشكالية؟ يعني قلب تونس عندما يشكل لا يمكنه، سيظل الوضع كما هو عليه، الرجل محتجز وتحت قيد التحقيق في اتهامات موجهة إليه منذ عام 2017، وإن كان تم توقيفه قبل فترة قليلة، إلا أنه ستظل الإشكالية موجودة إذا ما فاز حزبه في الانتخابات. سيكون هناك إشكالية تتعلق بأنه قد يكون هو رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة الجديد الذي يتحكم في مقدرات الأمر في تونس، خاصة أن النظام تغير بالكامل منذ عام 2011 وتحول إلى النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي الذي اعتاد عليه التونسيون، وإن كان هناك سقطات سياسية عديدة ولم يتقبله بعد الشارع التونسي، فالنظام البرلماني يفرض أن يكون إذا ما فاز حزب قلب تونس بتشكيل حكومة جديدة أيضا ستكون هناك إشكالية دستورية لابد من التنبه لها في المرحلة المقبلة. طيب خلينا نتكلم عن المناظرات أو المناظرة اللي تمت بين القوائم والاقتراحات اللي تم تقديمها من المترشحين يعني في الانتخابات التشريعية. إيه أبرز ملفت نظرك؟ يعني في الانتخابات الرئاسية كان هناك أيضا مناظرات وكان هناك اقتراحات وصلت حتى إلى الدستور، وصلت إلى تغيير في بعض القوانين. ماذا عن أيضا مناظرة المترشحين في الانتخابات التشريعية؟ للأسف لا أجد ما أعلق به بشكل مباشر على هذه المناظرات، معظمها متشابه. البرامج وإن كان العدد كبير إلا أنها تقترب من 3 أو 4 برامج متشابهة تركز في معظمها على الحالة الاقتصادية وعلى المزيد من الحريات والتشغيل.
إلا أن هذه المناظرات أيضا لم تجتذب نظر الشارع التونسي والناخبين. هذا الأمر يدل على أنه هناك فجوة، وفجوة ثقة كبيرة، لأنه بيكون كلام مكرر عادة، يعني بيكون بالطبع كلام مكرر. بالطبع البرامج كلها مكررة، وأيضا تنقل الأعضاء في المجلس التشريعي أو البرلمان فيما بين الأحزاب وتركهم الحزب الذي تم انتخابهم على أساسه أيضا إشكالية كبيرة، بالإضافة إلى نظرية التصويت العقابي التي يطبقها الناخب التونسي، طبقها بشدة وأزال كل من الأحزاب الحاكمة والحزب المعارض وأيضا المشكل للبرلمان، حزب النهضة ذو التوجهات الإسلامية أو الداعم لبعض الأفكار الإرهابية. أعتقد أن الثقة اهتزت بشدة حتى في التحالف قبل وفاة الرئيس السيسي، عندما تفجرت قضية التنظيم السري لحزب النهضة وعلاقته بتنظيم الإخوان الإرهابي قبل نهاية العام الماضي، قام بفك الارتباط نهائيا مع حركة النهضة، وبالتالي ضعفت المقدرات السياسية بشكل كبير، ولم يعد هناك تحالف، بالإضافة إلى الانشقاقات في تحيا تونس ونداء تونس. هناك حركة وتفتت كبير في الشكل السياسي في تونس وتكتلات الأحزاب، وبالتالي فإن المشهد أتوقع أن يكون هناك نفس الأمر في الانتخابات التشريعية، وأيضا تراجع في نسب الإقبال ما لم تحدث هناك مفاجآت، أو يحاول استغلال أحد الحزبين قلب تونس أو حزب حركة النهضة الانتخابات التشريعية لكونها حجر زاوية للعودة مجددا إلى المشهد، بالإضافة إلى أن نبيل القروي يعتبر حزبه أن هذه الانتخابات التشريعية هي فرصة للدعاية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أيضا هي فرصة للضغط وبقوة من أجل إطلاق سراحه في المستقبل. طيب خلينا نتكلم عن أيضا جولة الإعادة، يعني تكلمنا عن الانتخابات التشريعية، لكن في سؤال قبل ما نذهب إلى الانتخابات الرئاسية، ليه علاقة بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية؟ بتتوقع أن هي تكون إزاي؟ حضرتك في البداية قلت أنه سيكون هناك عزوف أو هناك تخوفات من فكرة أنه يعني نسبة المشاركة ما تكونش كبيرة، لماذا في رأي حضرتك، يعني لماذا تحلل أو تنظر هذه الرؤية يعني في نسبة المشاركة؟ أتوقع أنها لن تتجاوز 40%، وهذه نسبة متفائلة بالنظر إلى نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية. الناخب التونسي اعتاد تاريخيا على الانتخابات الرئاسية بشكل أكبر بكثير من الانتخابات التشريعية، والاهتمام بالانتخابات التشريعية تراجع بشكل كبير، حتى منذ عام 2011 تراجعت النسبة، عام 2014 تراجعت أيضا، وتم تشكيل تكتل. لكن سياسة التصويت العقابي وسياسة استبعاد بعض الأشخاص اللي موجودة أصلا عند الناخب التونسي واللي احنا لاحظناها في الانتخابات الرئاسية بتشير إلى أنه بالعكس سيشارك بشكل أكبر حتى لاستبعاد النهضة مثلا. يعني منتسب حزب النهضة والمشاركين وأعضاؤه سيبذلون كل طاقتهم للعودة مجددا إلى المشهد، أو على الأقل الفوز بالأغلبية في الحكومة الجديدة وتشكيل الحكومة الجديدة، بالتعاون مع الأحزاب التي لم تنجح في جولة الانتخابات الأولى، والأحزاب التقليدية، نداء تونس، تحيا تونس، الديمقراطي، العديد من الأحزاب والتكتلات، حتى حزب عبير موسى التي كانت مرشحة في الرئاسة وأيضا تقدمت للترشح كعضوة في البرلمان، ومثلها مثل العديد من المرشحين، حوالي 4 أو 5 مرشحين كانوا في الرئاسة وقدموا أوراق ترشيحهم ليترشحوا عن دوائرهم المحلية في الانتخابات التشريعية. أي أن هناك مدالة، هناك اهتمام بشكل ما بالانتخابات التشريعية، ولكن القسم الأكبر هنا هو التداخل الكبير والتوقيتات والمقاربة فيما بين موعد الانتخابات الرئاسية الجولة الثانية وإقامة الانتخابات التي أعتقد أنها بدأت اليوم في مراكز خارجية. طيب نروح بقى للانتخابات الرئاسية أو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. طبعا حضرتك أكيد متابع الأخبار، مسألة أنه نبيل القروي بيلوح بالطعن،
في كمان أخبار عن أنه في يعني بعض المحللين أشاروا إلى وجود جيوش إلكترونية أو وجود أشخاص كثيرون يعملون على يعني دعم قيس سعيد. طبعاً بنتحدث هنا عن النهضة ونتحدث عن أتباع النهضة وأتباع الحركة الإسلامية بشكل عام أو الإسلام السياسي بشكل عام. وهناك توجه لحشد الناخبين لانتخاب قيس سعيد. في ظل هذا وفي ظل التلويح من قبل نبيل القروي بالطعن، ما الموقف ومحل هذه المعضلة يعني؟ الموقف هو أن الحزب بإعلانه رسميا دعوة منتسبيه ودعوة الشعب التونسي إلى انتخاب قيس سعيد، أن هناك اتفاقا تم وإن كان في الخفاء ولم يعلن عنه، لأن قيس سعيد يقول أنه مرشح مستقل، ومع ذلك فإن كتلة كبيرة من الناخبين وأيضا منتمية لأحد الأحزاب السياسية التي تراجع دورها بشكل كبير في السنوات الأخيرة تدعمه بشكل مباشر، وهو ما يفسر بشكل ما من الأشكال الأصوات، عدد الأصوات الكبيرة التي حصل عليها في الجولة الأولى للانتخابات. لم يكن متوقع أن يكون هناك مرشح، لم كان في مرشح للنهضة، هناك تقسيم للأصوات، النهضة يعلم أنه لن ينجح في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، ولذلك فإن هناك طرق عديدة ل إضافة أصوات على بعض المرشحين من أجل إقصاء آخرين، كما تم مع الزبيدي وكما تم مع يوسف الشاهد، والتفتيت الذي حدث في الحزب الحاكم نداء تونس وتحيا تونس أثر بشكل كبير على الخريطة، وبالتالي فأن المستفيد الأكبر كان هو من التصويت العقابي هو قيس سعيد، بالإضافة إلى الانشقاقات الكبيرة التي أيضا داخل حزب النهضة، هناك صراعات خرجت للعلن وانتقادات علنية من داخل حزب النهضة مثارة منذ أكثر من 4 أو 5 شهور، هذا الأمر لم نعهده من هذا الحزب الذي كان يحاول أن يظهر بمظهر متماسك دائما في خلال السنوات الأخيرة، ولكن الانشقاقات والفشل السياسي وعدم القدرة على تحقيق أي مكاسب اقتصادية أو اجتماعية خلال فترة وجودهم في البرلمان في الفترة السابقة، وعدم النجاح خلال الثمان سنوات الأخيرة من تواجدهم في البرلمان منذ عام 2011 بشكل مكثف، لم يكن هناك إنجازات حقيقية، وبالتالي فأن الشعب التونسي قرر الاستغناء عنهم تماما وقرر عقاب الأحزاب الحاكمة بالفعل ونفذ ما كان يريده، وبالتالي فأن استبعاد مورو لا أجده يتعارض مع نجاح أو وصول قيس سعيد ببعض الأصوات، خاصة أن بعض منتسبين الذين يصوتون لحزب النهضة صوتوا لقيس سعيد وأيضا سيصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات. الأمر هنا ما تفضلتي وذكرتيه عن أن نبيل القروي سيتقدم بطعن، هو سيتقدم بطعن في كلا الحالتين، الحالة الأولى نظرا لأنه قد لا يتم حتى وإن تم الإفراج عنه قد لا يتم إعطاؤه الفرصة لإلقاء القسم، وبالتالي فأنه لن يتمتع بالحصانة الرئاسية حتى إذا تم الإفراج عنه، هذا الأمر موجود في الدستور. الأمر الآخر أنه في حال النجاح أو عدم النجاح أعتقد أنه سيتقدم بهذا الطعن الرئاسي، وبالتالي فأن الأمر سيظل في دائرة مجهولة. طيب، وقد يفضي بشكل من الأشكال في المستقبل إلى إعادة الانتخابات. طيب، قبل الحديث عن مسألة الطعن، لأنه مسألة الطعن دي بتاخدنا الأكثر من احتمال، لكن فيما يخص قيس سعيد ودعم النهضة لي، بالعكس يعني البعض يرى بأنه دعم حركة النهضة وإعلانها بشكل رسمي من الممكن أن يفقده كثير من الأصوات التي حصل عليها، خصوصا وأنه الكثير من المصوتين له كانوا من الطلاب، من طلابه ومن المؤمنين به كأستاذ للقانون. يعني فكرة أنه هؤلاء الطلاب يعني بالنظر إلى المزاج العام في تونس، المزاج العام يرفض الإسلام السياسي، فبالنظر إلى هذا وبعد إعلان النهضة أنها ستدعمه من الممكن أن يفقد الكثير من الأصوات. هل تتفق مع هذا الطرح؟ بشكل نسبي التصويت في الانتخابات هذه المرة مختلف بشكل كبير جدا، الناخب كما وضح من نتائج وأرقام التصويت لم يكن متوقعا أن يكون يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة أو الخامسة أو السابعة حتى في نهاية
حساب الأصوات الإجمالية. أيضا الزبيدي التراجع الكبير في عدد الأصوات، هناك تصويت عقابي حقيقي وإحجام عن انتخاب هؤلاء الممثلون لأحزاب حاكمة لم تفيد المواطن التونسي بشكل مباشر في وجهة نظرهم. وبالتالي أعتقد أن التصويت أيضا، لأن هناك معضلة، فالقروي لا يتمتع بالإجماع، فالبعض ينظر إليه على أنه رجل، مجرد رجل أعمال، وأنه ينتمي بشكل أو بآخر ليس فقط للنخبة الحاكمة في السابق، فنشرت له بعض التقارير على قناة الكذب من دويلة قطر أنه يتعامل مع ضباط سابقين في الموساد، وبدأت الحرب القذرة بإطلاق الشائعات. أيضا الأمور المالية المتعلقة به، وإن كان حقق نجاحا كبيرا على الأرض في خاصة في المناطق الريفية منذ إطلاق شركته، عفوا المؤسسة الخيرية له منذ أكثر من عامين، فهناك صراع متبادل فيما بين الاثنين. هو يتهم نبيل القروي، يتهم حزب النهضة أنه صحيح. يريد تجميد الحالة السياسية، وهذا أمر واقع لأنه فشل في تجنيد يوسف الشاهد ولم يتفق معه للترشح، وبالتالي فأنه عوقب بعدم حصوله على الأصوات، بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الزبيدي ويوسف الشاهد على ترشيح واحد منهما يحصل على الأصوات اللازمة التي تكفل له الانتقال بثلاثة إلى المرحلة المقبلة أو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ولكنهم فشل في الاتفاق، بالإضافة إلى الضعف والوهن الكبير وعدم الثقة من الناخب التونسي في الأحزاب السياسية وخاصة حزب النهضة، أيضا على خلفية انتمائه وعلاقته ببعض الاغتيالات والتنظيم السري. هناك مشاكل كبيرة، وبالتالي الصورة ستظل مبهمة، لأن يوسف القروي سيحصل على بعض، عفوا القروي سيحصل، نبيل القروي سيحصل على بعض الأصوات، وأيضا قيس سعيد سيحصل على الأصوات، ولكن وإن كان تم الإعلام من حركة النهضة على ضرورة التوجه بشكل رسمي للتصويت لقيس سعيد، إلا أنه أعتقد أنه لن يقوم الناخبون التونسيون بالتصويت له، لأنهم لم يعودوا يثقون في قادة الحزب وحركة النهضة بشكل كامل، وأعتقد أن ستكون هناك مفاجآت سواء في التشريعية أو في عدد الأصوات في الفترة المقبلة، بخلاف أيضا إشكالية الطعن التي منتظرة. خلينا نتكلم عن إشكالية الطعن. الاحتمالات الموجودة في مسألة الطعن، التونسيين بيتكلموا عن، يعني سواء صحفيين أو محللين سياسيين بيتكلموا عن أنه هذا الطعن ربما يصل إلى العملية الانتخابية برمتها. يعني هل معنى هذا أنه ستعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى؟ يعني في حال قبول الطعن الذي سيتقدم به نبيل القروي، ستعاد الانتخابات التونسية مرة أخرى؟ يعني هذه جزئية. الجزئية الأخرى أنه وسائل الإعلام الغربية وحتى المؤسسات الغربية كانت تتحدث في البداية عن التجربة الديمقراطية طبعا التي حدثت في تونس، ولكن الآن أصبح الحديث عن المعضلة القانونية وكيف ستتخلص تونس من هذا المأزق. فبرأي حضرتك إيه في هذه الأمور، إشكاليات الطعن؟ بداية خلينا أقول لحضرتك أن القروي تقدم بالفعل لطعن لتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، ولكن اللجنة رفضت لأنها مخالفة للدستور، وأنه يلزم أن تقام. لكن مبدأ تكافؤ الفرص اللي بيتكلم عنه الآن هو موجود بالفعل في الدستور، وحتى أنه الهيئة المستقلة طلبت المحكمة بالإفراج عنه عشان هذا قبل إجراء الانتخابات، فما بال بعد الانتخابات وأن يكون مثلا قيس سعيد هو الفائز في الانتخابات. فهناك البعض من الدستوريين أو القانونيين يقولون أن الطعون من المفترض أن تحسم في الجولة الأولى، أما الجولة الثانية من الانتخابات فلا يجب أن يكون هناك طعون على نتيجتها. الأمر هنا هو أنه إذا فاز القروي بالانتخابات، حتى إذا تم الإفراج عنه، لن يتم منحه الحصانة الرئاسية إلا إذا ألقى القسم أمام البرلمان. أيضا إذا فاز في حزبه في الانتخابات التشريعية وقام بتشكيل الحكومة
فأيضا ستكون هناك معضلة قانونية ودستورية في هذا الأمر. الأمر شائك ولننتظر الأيام المقبلة ونرى ماذا سيحدث في على أي حال هذه التجربة الجميع الجديدة. ينتظر يعني نهاية هذه التجربة في تونس، هي بالطبع تجربة ديمقراطية، ولكن ربما ننتظر ما سيحدث وما سينتج عنها. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. وأيضا مشاهدينا الكرام، ننهي هذه الفقرة من الآن باستعراض أبرز عناوين الصحف ووكالات الأخبار التي تناولت آخر التطورات في تونس والعملية الانتخابية.